أما الآن أعزائي المشاهدين فسنكمل معكم ملفاتنا التي بدأناها بخصوص برنامج الطوارئ العائلي مرورا بعملية تأهيل المسعفين في الحارات والبيوت إلى سلسلة ملفات الإسعاف الأولية التي ربما تساعد قدر الإمكان في توعية المواطنين بخصوص الحوادث التي ربما تقع خصوصا ونحن نعيش في جو حربي شديد الخطورة. ملف اليوم سيتناول كيفية إسعاف المصابين بكسور عظمية فلنشاهد سوية. كثيرا ما نقابل حالات كسور العظام في حياتنا العادية نتيجة لحوادث أو غيرها، وفي الحالة الحربية المتردية في بلادنا لابد لهذه الحوادث أو فرص حدوثها من أن تتضاعف آلاف المرات. لهذا لابد لنا من معرفة كيفية التعامل الأمثل مع المصابين لتقديم العون لهم ومحاولة الحد من معاناتهم لحين وصول المساعدة الطبية المختصة. يعرف كسر العظم بأنه أي قطع أو تهتك أو شقوق أو خلل في تواصل خلايا العظمة في مكان واحد أو أكثر، وأسباب حدوث الكسور متعددة تبعا للحوادث المختلفة أو التواء الطرف المصاب، مثلا عكس اتجاه حركته الطبيعية أو وجود مرض يؤدي لزيادة احتمالية الإصابة بكسور العظام كهشاشة العظام مثلا أو بعض الأمراض الوراثية الأخرى. وعليه فإن كسور العظام تقسم إلى أنواع: الكسر البسيط، وفي هذا النوع من الكسور يكون الجلد والأنسجة المحيطة بالكسر سليمة وغير متهتكة. الكسر المفتوح، وفيه يكون الجلد والأنسجة المحيطة بالكسر متهتكة إلى حد أن العظمة المكسورة يمكن رؤيتها بوضوح من خلال الجرح. الكسر المضاعف، وفي هذه الحالة تتفتت العظمة المصابة كما يؤدي غالبا لإصابة الأنسجة والأعضاء المحيطة بالعظمة المكسورة كالأوعية الدموية مثلا أو الرئة في حالة كسر ضلوع القفص الصدري مثلا، بالإضافة إلى ما يعرف بكسر الغصن الأخضر فهو غالبا ما يصيب الأطفال، وفي هذه الحالة يكسر العظم ولكنه كسر غير مكتمل بحيث يبقى الغشاء الخارجي للعظمة المكسورة سليما. هذا ويمكن الاشتباه في إصابة المريض بكسور في عظامه في الحالات الآتية: وجود ألم شديد في موضع الإصابة أو بالقرب منها على استقامة العظمة المكسورة، تورم شديد بالمنطقة المحيطة بالعظمة المكسورة، تغيير شكل الطرف المصاب وتشوهه، وجود حركة غير عادية عند فحص المريض بالطرف المصاب أو سماع صوت ترقعة مثلا. وطبعا لكل حالة هناك مبادئ أساسية لابد من مراعاتها عند التعامل مع مصاب كسور العظام حتى لا نتسبب دون قصد في تفاقم الحالة وتدهورها. أولا، إذا كان المصاب نتيجة لحادث مثلا فلابد أولا من الاطمئنان على التنفس والنبض، وفي حالة توقف القلب يجب البدء فورا في تنفيذ الإنعاش القلبي الرئوي للمصاب. ثانيا، السيطرة على أي نزيف موجود لتجنب دخول المريض في صدمة نزفية نتيجة لفقدان دمه، وذلك عن طريق الدمادات لوقف النزيف. ثالثا، تقييم الكسر ومحاولة معرفة نوعه، وذلك بالضغط برفق على مكان الكسر لتحديد مستوى الألم وكذلك تحديد مدى قدرة المصاب على استخدام الطرف المصاب، يطلع صوتك بالمايك إذا سمعين، وذلك بسؤال المصاب محاولة تحريك الطرف المصاب بنفسه دون تدخل منا. رابعا، عدم محاولة نقل أو تحريك المصاب من مكان الحادث إلا للضرورة القصوى قبل وصول الفريق الطبي المختص، وبخاصة المصابين بكسر في العمود الفقري أو الرقبة، إذ يجب في هذه الحالة تثبيت الرأس والحفاظ على بقاء الرأس والرقبة ثابتين. خامسا، عدم محاولة إرجاع العظم المكسور إلى وضعه الطبيعي تجنبا لتفاقم الحالة أو تدهور الكسر. سادسا، عدم إعطاء المريض أي شيء عن طريق الفم تجنبا لوجود خلل في إدراكه يعيقه عن البلع أو احتياجه لإجراء عملية جراحية عاجلة، وذلك حتى نقلل من تعرضه للمشكلات أثناء إجراء الجراحة والتخدير. سابعا، محاولة تثبيت العظمة المكسورة عن طريق الجبائر، وذلك لتقليل حركتها وتجنب حدوث مضاعفات الكسر.
أما بالنسبة للجبائر فهي على أنواع وتكون بحسب الإصابة، حيث يمكننا استخدام جسد المصاب نفسه كجبيرة كتثبيت الساق المكسورة مثلا في الساق الأخرى السليمة، أو استخدام جبيرة معدنية أو خشبية لتثبيت الطرف المصاب وتقليل حركته، ولكن يجب مراعاة عدم إحكام الجبيرة على الطرف المصاب، وذلك لتجنب حدوث اختلال عام بتدفق الدم للطرف المصاب. كما ينبغي فحص نبض الطرف المصاب على فترات زمنية للتأكد من وصول الدم إليه. أما في حالة كسور العمود الفقري أو الرقبة فيجب تجنب نقل المريض إلا بواسطة الفريق الطبي المتخصص أو وجود أكثر من فرد لنقله، إذ ينبغي تثبيته على النقالة بشكل جيد.